سلسلة موتو جي بي من بدايتها في الثمانينات لحد النهاردة في 2019 مرت بمراحل كتيرة قوي زي اي سلسلة طويلة، مراحل ازدهار ومراحل انهيار، واخرهم من مراحل الانهيار لسه منتهية من قريب جدا. فالسلسلة كانت في مرحلة انهيار طويلة لمدة 3 اجزاء متتالية، وبالنسبة لبعض الناس 4 اجزاء كمان. فاخر جزء يعتبر كويس منها هو كان موتو جي بي 13، اسواهم كان موتو جي بي 17. بعد فشل الجزء 17 المطور مايلستون قرر يغير للافضل، وبدأ التغيير ده من هو غير محرك اللعبة. محرك اللعبة اتغير لانريل انجين 4، وده بالتالي غير شكل اللعبة الرسومي للافضل، والفيزيكس كمان اتغير برضه، سمحت لهم يعملوا حاجات كتير قوي ما كانواش عارفين يعملوها قبل كده عشان اللعبة تبقى محاكاة بشكل اكبر. زي مثلا تكسير الموتوسيكل بتاعك، ممكن خبط واحدة صغيرة تكسره تماما وتطلعك بره السباق بطريقة واقعية قوي، فاللعبة واقعية اكتر. الكاوتشات بتهري وممكن تفرقع منك. فالجزء 18 هو الافضل من ناحية الشكل والجرافيك وكمان من ناحية الواقعية بفضل استخدام المحرك الجديد انريل انجين 4. الاضاءات والزرار كلها شكلها افضل، والريسبونس بتاع اللعبة كمان سريع قوي، فاي امر بتعمله بتنفذ في لحظتها على عكس العاب محاكاه كتيره. اداء اللعبه مستقر وثابت على البي سي، اعتقد على منصات هيكون اخرها 30 فريم، لكن على البي سي قدرت العب اللعبه على 120 فريم ثابت طول الوقت بدون اي دروب فريمز خالص، ودي حاجه عظيمه بالاخص مع الريسبونس السريع بتاع اللعبه. لكن لما نبص على الجزء 17 اللي قبل ده على طول كان شغال على منصات ب 60 فريم، لكن الجزء 18 شغال ب 30 فريم. دي الحاجه الوحيده اللي كانت افضل عن الجزء الجديد، بغض النظر بقى عن بلايستيشن 4 برو اكس بوكس 1 اكس، لان دول اكيد هيجيبوا 60 فريم بسهوله على دقه 1080. غير كده الجزء ده فيه افضل وجوه للمتسابقين، ودي برضو حاجه راجعه للمحرك، لكن مش بشكل كامل، راجع اكتر للاستوديو اللي عمل سكان دقيق لوجوه متسابقين كتير جدا وشكلهم افضل من قبل كده بكتير. طيب هل كل حاجه كويسه كده في اللعبه؟ اكيد طبعا لا، اللي اتكلمت عنه لحد دلوقتي هي التحسينات اللي حصلت على الجزء اللي فات، لكن في حاجات كتير لسه زي ما هي، زي مثلا الذكاء الاصطناعي، كل المتسابقين نفس الشكل بالظبط ونفس التصرفات بالظبط بغض النظر عن اي تغيير انت بتعمله. مثلا لو انت ماشي وفقدت التحكم في الموتوسيكل وانت قريب من واحد تاني مش هيحاول يبعد عنك او يهرب، لان هو عنده سكريبت ماشي عليه وخلاص بغض النظر عن اي متغيرات بتحصل حواليه، فالامر هينتهي انك هتقع وهتاخده معاك وهو كمان هيقع. الفرامل فيها بعيده جدا عن المحاكاه والواقعيه، بالاخص الفرامل الخلفيه، لما بتستخدم الفرامل الخلفيه لوقت طويل الموتوسيكل بيتقلب وتفقد التحكم فيه، بغض النظر بقى عن اذا كان في مثلا مطره ولا سرعتك قد ايه ولا بتحاول بزاويه قد ايه، فهي حاجه مؤقته، مثلا بتكون 4 ثواني، فلو جيت قبل الاربع ثواني فكيت الفرامل الموتوسيكل بيرجع تاني والتحكم بيرجع، وبعد كده دوست تاني على الفرامل مش هتتقلب ومش هيحصل لك اي حاجه خالص. دي الحاجه الوحيده اللي تعتبر مش محاكاه في اللعبه. ناس كتير هتحب تلعب اللعبه دي بالستيرنج ويلز، وهنا هيواجههم مشكله وهي الحساسيه، لان مفيش اي اوبشن في اللعبه تغير منه الحساسيه بتاعه التحويل اذا كان مثلا من كنترولر او غيره، والموتوسيكلات مختلفه تماما عن العربيات في الهاندلنج بتاعها، فتحس ان الستيرنج ويل او الكنترولر حساس جدا لاي حركه بتعملها وما ينفعش تقلل الحساسيه دي خالص. موتو جي بي 18 مش افضل حاجه ممكن نشوفها في العاب محاكاه، لكنها بالتاكيد الافضل في سلسله موتو جي بي، واتوقع ان الجزء ده هينهي على الانهيار اللي بيواجه السلسله ويرجعها تاني للمنافسه قدام سلسله تانيه جديده زي رايد، واللي تعتبر سلسله اصغر منها بكتير لكن مؤخرا بقت افضل منها. الجزء 18 موتو جي بي ناوي يرجع السلسله لمكانها ويعلي مستوى المنافسه شويه في الالعاب المحاكاه بتاعت الموتوسيكلات، لان النوع ده من اللعب فعلا محتاج تطور كبير جدا. احنا كده وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا، يا ريت اللي عجبك الفيديو يعمل لايك، اللي جديد في القناه واول مره شوفنا يا ريت تشرفنا ويعمل سبسكرايب، ولحد الفيديو اللي جاي سلام.